اسمي رجب سعيفين، الكل بيعرفني كأبو أحمد، عمري 53 سنة من جبل محسن. شاركت بالثمانينات بالحرب الأهلية، شفت شو عملت بالناس وكيف فرقتهم عن بعض ودفعنا ثمن هدول المعارك غالي. شفت الجيل الجديد اللي شارك بالمعارك عم يعمل نفس الغلطة، عم يأذي حاله ومستقبله وأهله. بس لما أجا مشروع مثل باب الذهب بيجمع شباب المنطقتين سوا تيرمموا أثر الحرب ويعيشوا منطقة ما مالي فقيرة ما حدا عم يتطلع فيها، وبنفس الوقت بيكسر الحواجز بيناتهم وبيعرفهم على بعض، فما ترددت تكون جزء منه لهالمشروع، لأنه مناطقنا وشبابنا بحاجة لهذا النوع من المشاريع، مش التلاعب الطائفي والسياسي يلي عم نعيشه يوميا. أنا محمود آدم من جبل محسن، عمري 18 سنة، وعيت على الدنيا كان في حرب وقتال ومعارك. كل يلي كنت فهمينه انه باب التباني اعدائنا، ما لازم ننزل على باب التباني. ليوم اشتغلت بمشروع باب الذهب، كان لازم نشترك بكل النشاطات والغدوات اليومية. بهالنشاطات تعرفت على شباب مثلي مثلن، ما بنفرق عن بعض شي، نحن الاثنين ما لقينا مين يوقعينا، مين يعطينا فرصة لنخلي العالم يشوفوا نحن شو قادرين نعمل ونكون، وكيف فينا نغير نظرة العالم لقلنا. هيدا المشروع مش بس علمني مسرح الدهان لأشتغل فيها وأمن لي فرصة عمل، وعلمني ما أحكم على التاني لأنه بالنهاية كلنا مثل بعض. أنا سحر من جبل محسن، كنت عم باخد دورات التصميم بمشروع باب الذهب، كرمال نعمل تصاميم للأرمات والمواد التسويقية للمحلات يلي الشباب عم بيرمموها. تعلمت مهارة جديدة قادرة من خلالها كون عم بعمل مدخول لإلي، وبنفس الوقت كل ما أقطع حد الشوارع المرممة وشوف تصاميمي وتصاميم رفقاتي معلقين، بحس عن جد إنه قدرت ساعد منطقتي تتبين بصورة أحلى، وكتير فخورة إنه قدرنا نعيش روح كانت غايبة عنا، هي روح باب الذهب. أنا علي أمون، 24 سنة من جبل محسن، أنا بالمعارك تصوبت هون على هيدا الدرج. من وقت ما كان عمري 15 سنة تركت المدرسة وحملت سلاح. ما في شي غلط بالحياة ما عملته، كنت فكر إنه جماعة التباني إرهابيين وتكفيريين، كنت مفكر إنه واجبي حارب وإحمي طايفتي ومنطقتي، وزيادة كنت كمان فكر إنه ما في معنى لحياتي غير السلاح والمعركة، وإنه أصلاً ما حكون شاطر بشي تاني. بس لما أجت مارش بال2015 وحضنتني بمشاريع من المسرح للقهوة لمشروع باب الذهب، حتى لو بالأول ما كنت مقتنع فيها، بس لما صار عندي مسؤوليات ودور أكتر وأكتر اكتشفت مهارات جديدة ما كنت عرفان إنها موجودة. حسيت إنه قرار تغيير حياتي بإيدي، أخذته لهذا القرار. تعلمت لغة كمبيوتر وساعدت فريق عمل الجمعية مشروع باب الذهب، وعطيت من كل قلبي مع أصحابي جداد من التباني ترجع المنطقة مثل ما لازم تكون. اسمي مصطفى لطش، عمري 26 سنة من التباني، حبست سنة ونص بسبب المعارك، مجوز وعندي ولد والتاني جاي على الطريق. أنا مكتوم الآد، يعني ما عندي الحق اشتغل ولا أتعلم ولا أنضمن ولا حتى سجل أولادي، يعني أنا عند الدولة مني موجود. هيدا الظلم يلي بحس فيه ولد جواتي غضب وتعصيب، بركي لأنه كنت صغير ما عرف كيف وجه هيدا الغضب، وعملت كتير أغلاط بحياتي. باب الذهب مش بس عودني على الفايقة بكير والشغل ومصلحة الدين على الأصول والالتزام بالوقت، بس كمان ساعدني رغم كل ظروفي يكون مرتاح مع حالي من خلال صحوف المهارات الحياتية وإدارة الغضب يلي بيعلموك أنه حتى لو كانت ظروفك قاسية بس أنه تتحكم بحياتك، وأنه ما لازم تخلي ظروفك تاخدك على محلات ما لازم تروح عليها. لما تعرفت على كتير عالم هالشي ساعدني كتير، لأنه في عالم عايش نفس ظروفي ويمكن أسوأ، تعلمت أنه لازم نكون حد بعض لندعم بعض ونكون إيد واحدة. أنا عبيد عكاري من باب التباني. مشروع باب الذهب عطانا فرصة كصبايا نبرهن أنه عنا دور فعال بسوق العمل، البنات هم محطوطين على الجنب، هيدا الشي مش الشي الحقيقي. باب الذهب ما كان اكتمل لو ما دار الصبايا بقلبه يلي زينوا كل هيدا الشارع بتصاميمهم، والأحلى أنه نحن صبايا من المنطقتين اجتمعنا سوا واشتغلنا على تصاميم الأرمات تبعت المحلات من دون ما فكر أنه هيدا من الجبل وهيداك من التباني. كل همنا كان أنه المنطقة تصير أحلى وأنه أصحاب المحلات يكونوا راضين. اسمي ياسين السعيد من باب التباني. أكتر شي حبيته بهيدا المشروع غير أنه تعلمت مصلحة جديدة بتفيدنا بالحياة، وأنه ساعدنا أصحاب المحلات بالمنطقة يرمموا محلاتهم. هالجمعات بين بعض والأوقات يلي كنا عم نقضيها سوا، خصوصي دورة الفوتبول يلي فوتت على المنطقة روح وفرح وبسط وإلف بيناتنا وبين الجبل والجيش، شغفي الفوتبول وبلعب بفريق درجة رابعة، وبحلم شي نهار منطقنا يكون عندهم فريق فوتبول محترف، لأنه في كتير لعيبة مناح هون بس للأسف ما حدا بيتطلع فيهم لأنهم من هون.
نحن كشباب منطقة بحوجة نظهر من دوام التعوسة والتفرقة يلي عم تنفرض علينا، ونورجي انه نحن مثل اي شباب لبناني عنا مهارات طموحات واحلام وكل يلي بدنا اياه فرصة. اسمي سمير الحسين، عمري 26 سنة، مختوم القايد، انا من باب التبانة. لما كان عمري 16 سنة حملت السلاح وفكرت حالي قبضاي عم حارب كرمال قضية. من بعد اكتر من سنة ونص مشروع باب الذهب، لما بشوف انه ميات المحلات اللي كانت مدمرة ومكسرة نحن الشباب زبطناها وجملناها، ساعدنا كتير عيال من خلالها، بحس بفخر وبقول انه هيدي هي القضية اللي لازم نكون عم حارب لها. قضيتنا نحن سكان هيدي المنطقة انه نتخطى الحد السياسي والافكار الطائفية، قضيتنا انه نحن نكمش مستقبلنا بايدنا بغض النظر عن ظروفنا ونناضل لحقنا وازدهار منطقتنا مع بعض. هيدي روح باب الذهب، انا بفتخر بانتمائي لها.